أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. طلبنا لكم اليوم مستر فدأ ومستر جمعة من نجمة الرتاج للتجارة. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا، نورتوا برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنكم ونعرف السادة المشاهدين مين هو الأستاذ جمعة ومن هو الأستاذ فدأ. نحن من أفغانستان وسوون اشتغل مني في الإمارات تجارة، وعندنا الحمد لله محلات فرع في سوق نايف وفي عباية مول، ومني هاي السوق الجمعة. طبعا هاي محلنا سوينا حق الجملة، ناس مال الخليج يجون منا ياخذون بالجملة يبيعون مناك في المفرق، وهاي محل حق الجملة، وباقي محلات فيه موجود حق المفرق. ما شاء الله عنكم. خبرنا أكثر أستاذ فدأ عن القماش، نوع القماش، شو من وين القماش هذا، التطريز، كل الترتيبات هذه أنتوا تقوموا فيها ولا في حد ثاني يسويها؟ عند المصنع أخوي البروح يسوونا التطريز وكل شيء مني داخل الخليج. ما شاء الله. وين متواجد المصنع؟ مصنع عندي حتى والأجمان كمان. ما شاء الله. شو بتسووا أنتوا من الأقمشة؟ هل هي بس عبايات؟ هل هي، خبرنا أكثر عن الموضوع. عندي الأشياء كل شيء، يعني عندي موديلات كثير، مو بموديل واحد، يعني عندي الأطال من صغير إلى كبير، عندي العباية، عندي المخابر، عندي التوب، عندي كل شيء، يعني لو في داخل الخليج يمشي الجلابيات عندي الحمد لله. ما شاء الله. خبرنا أكثر أستاذ جمعة، الحين في سوق نايف خصوصا في محلات عباية كثير موجودين، لازم يكون عندك مميز، شو المميز عندك عن باقي محلات العبايات؟ زين، نحن عندي انواع زين حق القماش، حرير ايطالي، قطن ديجيتال، وعندنا مخورات شغل مال خرز وتتريس، وعندنا توب اماراتي يسوون شغل مني يعني في الامارات يترز، وناس يسوي شغل باليد. شوف هذا الكل نوعيه مال القماش موجود، يعني من قطن عندنا كم نوعيه، 5 نوعيه، في رخيص وغالي وثلاثه موجود. ما شاء الله عنكم. طبعا الكواليتي وحتى الديزاين، أيوة، يعني جميل. حتى لما دخلنا على المحل حسينا انه الديزاينات جدا جميله والوانها حتى، أيوة، أي جميله. يدخل محل ما شاء الله يقول انتم عندكم احسن ديزاينات. اكيد اكيد، شيء ياخذ زياده جمله، واي حد ياخذ من احنا قماش مخور يبيع ولا فرحان يقول ما شاء الله انتم عندكم، ويعطي بالقلب زين احنا بعد يبيع احسن ويسوي فايده من بضاعه مالكم. يعني حد الحمد لله، أنا مني يعني 14 سنة أشتغل حد ما زعل، الحمد لله. طبعا هذا دائما لأنه الكواليتي، ولا أنا يفتخر فيه عشان أكيد الناس يفرح، وأنا ما يأتي حق الحد شيء أنا يقول هذا زين وهو شيء مو زين، أنا ما يحب. صحيح. يقول كلام سيدة، أكيد. أي شيء زين يقول أنت يريد نوعية مال رخيص، هذا نمونا يعني صدق صدق. أيوة صدق، أهم صدق شيء، أهم شيء. أيوة. داخل الشغل التجارة لو حد يسوي شغل زين يصدق في طريقة سيدة الحمد لله لا يزيد فوق. أكيد. ونحن الحمد لله سوينا ستارت من صغير، والحين الحمد لله عندنا كم محل وفرع، عشان حد سيدة ما يتغش حد وما يسوي مع حد شيء غلط، الحمد لله لا يزيد هو. أكيد الحمد لله. طبعا دائما المصداقية والكواليتي دائما تخلي الزبون يرجع مرة ومرتين وثلاثة ويظل معكم دائما متواجد. أستاذ فدأ، حابين نتعرف أيضا عن الرؤية المستقبلية، الخطط، الجول. What's your goal for the next 2-3 years؟ أخوي أنا يريد كمان يعني يفتح المحلات أكثر داخل الخليج، ويريد القماش أحسن يجيب، وموديلات كشخة يعني موديلات حلوة. يريد بعد يفتح محلات داخل أبو ظبي، داخل دوحة، داخل الكويت، يعني تصير إن شاء الله يفتح المحلات. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. أكيد يا رب بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم دائما في جميع الخليج إن شاء الله، كل العالم حتى ما بس الخليج. حابين أيضا نتكلم عن الأمن والأمان في الدولة، وكيف ممكن الأمن والأمان يعني لك في سوق نايف؟ يعني ولا أنا اللي يدخل إمارات، ولا أنا احترم حق الإمارات وناس ما الإمارات وايد طيبين، ولا أنا أفكر هاي البلاد أنا احترم أكثر. يعني أنا الحمد لله أمن وأمان، أنا من يجي 14 سنة حد ما يقول أنت من وين جاي، من وين سير. صحيح. لو أنا في طريقة سيدة حد ما بيسأل شيء، لو أنا يسير مني لازم بحد يسأل شيء. أكيد. بس الحمد لله أنا مني 14 سنة حد ما سألنا يقول وين أنت عايدي،
وأنت مين اشتغل من وين يعني. الحمد لله هو أمن وأمان ويعرف كل شيء. أكيد. يعني لو أنت روح مني على طول يشيل، بس أنت روح طريقة سيدة حد ما بيقول شيء حتى عمر كامل. صحيح بالفعل. ما بيقول حد شيء غير. أكيد. والحمد لله نحن احترم حق الإمارات وناس من الإمارات. يفكر سمسم مع العائلة مع البيت مع الأحلى. أكيد أكيد طبعا. يعني زيادة يحترم حق الناس وناس محترمين، ونحن يفكر ما هو يفكر نحن إماراتي أنت جاي من خليج ما يسوي فرق. أنا أهم شيء يحب هذا، يعني ما يسوي فرق بينه يقول أنت جاي من برا ويشتغل مني في بلادنا وأنت موزين، لا هذا ناس ما يتقول. يقول كل نفسه أنا وأنت قانون حق الناس كل نفس كل واحد هذا بالفعل. أنا يحب أكثر يعني. أكيد أكيد لا مجال للعنصرية في دولة الإمارات. في ناس الحمد لله مال الإمارات في فلوس زيادة وكل شيء الحمد لله هو عندي لا يأتيك أكثر. صح. بس هو يدخل محل مالنا سيمسم أخو مالنا يكلم. أكيد. يقول أكيد صحيح بالفعل يعني. بالفعل أكيد طبعا. شكرا أول شيء لظهوركم اليوم معنا في تلفزيون ABC العربية. ايضا حابين نتعرف عن اللوكيشن وارقام التواصل. ايوه نحن عندنا محل عندي مسجد الكويتي، ورا المسجد الكويتي قريب سوق العكاظ. يعني ناس زياده يقول سوق نايف، سوق نايف في موجود عند المركز شرطه نايف، وهذا بعد سوق نايف حق المحلات جمله مني. نحن يبي كل جمله يعني اسعار مني حصل مال جمله سعر. في حد ياخذون مني ابو دبي فجيره العين ياخذون من نحن يبيعون هناك في المحلات ما شاء الله. يعني لو يجي زبون مني حصل سعر سمسم مال جمله. يعني حد ياخذ من احنا من محل هو يعني حصل هناك يسوي فائده بعد، بس زبون لو يجي مني حصل نفس سعر مال ما شاء الله حق المحل ومني حصل نفس السعر. ما شاء الله عنكم. طبعا شكرا لكم مره اخرى على ظهوركم معنا اليوم. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيوفنا المميزين. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.